ورجعنا لكم تاني وفقرتنا النهارده برضه هتعجب كل الستات، يمكن ستات كتيره تعرف ايه هو المايكرو بليدنج بتاع الحواجب، بس مش ناس كتيره قوي تعرف ايه المايكرو بليدنج بتاع الشفايف. مش نفسك كده تقومي من النوم اكنك عامله كونتور، شفايفك مورده، اكيد كلنا نفسنا في ده. النهارده هنتكلم اكتر على المايكرو بليدنج الشفايف، هنتكلم على بيتعمل ازاي، مدته قد ايه، وايه نتائجه، وممكن نحصل منه على ايه. ضيفي النهارده هو باسم محي الدين. مساء الخير يا باسم. ومعانا خبيرة التجميل كاميليا اللي هي شغالة على الموديل اللي معانا. باسم اخبارك ايه؟ كل تمام؟ تمام الحمد لله. باسم قول لي، يمكن فعلا الستات دلوقتي خلاص في مصر كلها عارفه المايكرو بليدنج بتاع الحواجب، بس يمكن الشفايف لسه ما انتشرش قوي. فتكلمنا يعني ايه مايكرو بليدنج شفايف؟ بصي حضرتك، هو معظم الستات او البنات الشفايف من الجو والشمس اللون بيغير. ده حقيقي. فمعظم بنات ما بيحبوش الشكل ده، وبيحبوا ان هم اللون يبقى واحد. فهو المايكرو ليبس شيدنج هو بيشتغل على الحته دي. اسمه مايكرو ليبس شيدنج. هو ليبس شيدنج. هو ليبس شيدنج. بس ففي ناس كتير بره مصر، ممثلين انجلينا جولي وكيم كارداشيان، يعني في ناس كتير عملوا الموضوع ده وهو جديد عندنا في مصر. ما بقالوش تقريبا سنه ونص او سنتين. طبعا بنات كتير بتحب الشكل ده، ان هي يعني لو شفايف الوانها مختلف او مختلفه، يعني بيبقى اللون واحد. الحاجه الاهم ان هي ممكن بعد كده تحط عليها لبستك عادي، مفيش حاجه. او لو واحده شفافه مش موحده، في ناس شفافه ما تبقاش لونها حلو اصلا، من السجاير او يعني. من التدخين او يعني في حاجات كتير. طيب عايزين نقرب كده على الكاميليا. هي ابتدت طبعا، يعني احنا طبعا مش هنلحق نخلص، بس في الاخر هنوريكم صوره البيفور بتاعه البنت. قول لي بقى الستبس بتبقى ازاي؟ يعني الاول بتعمل ايه، وبعد كده ايه لحد ما بتوصل المرحله اللي هي فيها دي؟ بص يا حضرتك، في الاول بيبقى فيه التعقيم وبتنظف الشفايف كويس قوي، وبعدين بتبتدي تحدد او تعمل اللي هو الكونتورنج زي اللي كان الناس بتعمله زمان، وبعدين بترسم جواه او بتلون شفايف جوه الحدود اللي هي عاملاها. اوكي. حسب، في بنات بيبقى الالوان مختلفه، مديه على بيربل او بنفسجي شويه، فبتحتاج اورنج شويه. في ناس لا. بس بعد كده بتبتدي تخش في المراحل اللي بعد كده، ان هي بتحط البينج او التخدير. ده بيبقى كريم. هي بتعمل فتحات صغيره جدا وتحط الكريم. بعد كده بتبدا تلون بقى. اوكي. التلوين ده بيبقى بيقعد تقريبا لمده شهر، وبيبتدي اللون يروح. بعد شهر بتعمل ريتاتش، ده بيقعد تقريبا سنه ونص او سنتين. سنه ونص او سنتين. طب قول لي حاجه دلوقتي، هي في الوان اقدر اختار منها، ولا هو الوان محدده بالذات؟ لا، كل درجات الاحمر وكل درجات البينك، بس في اغلب البنات بيحبوا اللون الطبيعي البينك. لكن ممكن واحده تيجي تقول لك اكني حاطه روج على روج على روج. طيب ده ممكن احدد بيه؟ يعني في ناس ممكن بس تيجي، عارفه في ناس شفيفه ما تبقاش متحدده قوي، فهل ممكن اعمل كونتور وبس خلاص؟ في ناس بتعمل كده فعلا، كونتور وخلاص. او املى شفايفي زي ده الترند دلوقتي. الترند. لكن مش ممكن اكبر واصغر بيها؟ لا لا صح. طيب قول لي حاجه دلوقتي، الجهاز اللي هي بتشتغل بيه ده جواه اللون صح؟ جواه في ابره. النيدل دي بتتغير زي السرنجه او زي الحاجات. أوكي. دي بتتغير سنجل يوز. وبيتحط فيها الكالر وهي بتشتغل بيها. طب قول لي حاجه، في اي خطوره؟ يعني هل ممكن ده يخر دم؟ بنشتغل مع الطبقه السطحيه، في اي حاجه خطر ممكن؟ لا لا خالص. لو حد عنده حساسيه او ليه هيستوري في الحساسيه، بنعمل له تيست، ان بنعمله زي شرطه صغيره كده، وبنشوف هل الكالر هيعمل معاه حساسيه ولا لا. غير كده لا، مفيش خالص. السيشن بتاخد مده قد ايه؟ تقريبا من ساعه ونص لساعتين. من ساعه ونص لساعتين. وبعد كده بعد السيشن ايه الوقايه اللي هي لازم تعملها؟ بصي حضرتك، هو اهم حاجه ان مفيش اي مشروبات سخنه، اي حاجه سخنه. أوكي. خالص لا، وتدخين لا. اوكي. يفضل ان البنت تحط تلج او تشرب حاجات ساقعه كتير، بس يفضل ان هي حاجه زي كمادات تلج لمده. أوكي. اسبوع ل 10 ايام. أوكي. بعد كده يعني عادي، ما فيش مشكله. وبعد كده لازم اجي اعمل ريتاتش؟ يعني هل بيقشر؟ يعني عارفين المايكرو بليدنج ممكن يقشر شويه. يعمل شويه. كلمنا بيقشر. طيب بص حضرتك، هو بتحط كريم اربع مرات في اليوم لمده 10 ايام،
وفي حاجه برضو انا مش عارف في ناس بتقولها ولا لا، بس هو بيعمل القشره دي المفروض ما تشيلهاش، هي تقع لوحدها. اوكي، عشان ده برضو بيساعد على تثبيت اللون. اوكي، بس كده. وبترجع تعمل ريفيل تاني. تعمل ريفيل. هو اول سيشن دي ما بتقعدش اكتر من 10 ايام. اوكي، بعد شهر بتختفي تماما اكنها ما عملتش اي حاجه. تاني سيشن هي اللي بتقعد سنه ونص او سنتين. طيب، ولو انت زي ما بتقول لي بنحط روج عليه، بنحط اي، هل في انواع معينه ولا اي حاجه؟ لا لا لا، اي مفيش حاجه. مفيش مشكله، مش هيأثر على مفيش الميكروب. طيب، مين غير لو واحده عندها حساسيه تخاف تعملها؟ يعني مثلا واحده حامل الحوامل ممنوع. تماما، لان برضو احنا بنخاف اللون ما بيثبتش اولا، وبنخاف عشان في بنج بيتحط. ما بنحبش نخش، بس ده سطحي يعني، ولكن برضو بريكوشن يعني احتياطي. ما بنعملش كده خالص. لكن حاجه تانية، لا، هو الحساسيه والحمل. او لو واحده جلدها حساس قوي قوي برضو بنشوف. هل ده بيبان من الاول خالص؟ يعني واحده حتى مش عارفه انها عندها حساسيه، يمكن اول مره تيجي تعمل حاجه زي كده، هل الخبيره بتشتغل في الاول بيبان ولا بيكون صعب شويه؟ بعد الفتحات اللي بتعملها عشان البنج بيبان، لان بنقعد 5 دقائق ل10 دقائق نشوف ايه اللي بيحصل. بس ما بيبانش برضو، لازم يبقى حد عنده هيستوري بالحساسيه. طيب، انا عايز اسالك حاجه. المايكرو بليدنج ان جنرال، واللب ده اسمه ليب شيدنج، صح؟ المايكرو ايه اللي بيختلف عن التاتو؟ يعني ايه التاتو وايه المايكرو بليدنج؟ طيب، بصي حضرتك، هو التاتو ده حاجه يعني على طول، يعني قاعده على طول ما بتتشالش. هل بتخترق لطبقات اعمق من كده؟ كتير، 7 أو 8 طبقات. أوكي. لكن المايكرو بليدنج طبقتين بس. فبيروح بعد سنة أو سنتين بالكتير، بيبقى اختفى تماما. أوكي. فدي ميزة، لأن في ناس كتير ما بتحبش الحاجة اللي على طول، البيرمننت الموجودة على طول، فمستوا أنه ممكن الشكل يتغير بعد فترة. مش حابة تعمل كده بعد فترة. فطبعا يختلف تماما عن تاتو. لا، ما هو كل طبعا اللي عملوا زمان تاتو مدمنين عشان بالندى. هل انتوا لما في لان كان في برضه تاتو للنفس، لو انتوا جات لكم واحده هل تقدروا تصلحوا اي حاجه ولا بيكون صعب؟ والله لو عامله تاتو صعب جدا. صعب، لان اللون ما بيثبتش. يعني حتى لو حد ما بيجي يكلمه ويحجزه او كده، بنقول لهم يعني حضرتك عامله تاتو؟ عامله. لا، مش هينفع. تعمل ليزر ريموفل الاول وبعدين. وهل فعلا ليزر ريموفل التاتو ناجحه؟ انت شايف يعني ناجحه دلوقتي؟ بقت ناجحه. الا انلس طبعا حد السكين سنسيتيف قوي، بيبقى صعب شويه. احنا لو ممكن نشوف كده الصوره البيفور، بس نشوف هي وصلت لايه. محمد، ممكن نشوف صوره البيفور ده قبل؟ ممكن بقى نشوف شفايفها ابتدت لونها يبقى عامل ازاي. ده قبل. وطبعا كان يو جو باك ا بيت. Excuse me. بس اهو ابتدت. ده هي مختاره لون ايه يا راسي؟ مختاره بينك وفي شويه اورنج، لان هي عندها في شويه بيربل، فبنعالجه ان احنا بنحط حبه اورنج الاول وبعدين بنحط البينك. يعني انت دلوقتي ده مش اللون ان ده اللي مدي على اورنج شويه، بعد كده هتحطه اللي فوق، اللي تحت بينك. اللي تحت بينك. طب يبقى بمعنى كده ان انا دلوقتي لما اجي ما ينفعش اختار اللون اللي انا عايزاه وخلاص، لازم برضو الخبيره تقول لي. طبعا. والا ممكن يقلب. طبعا يقلب الوان. طب في حد مثلا ملهاش علاقة ان حد شفايفه كبير، حد شفايفه صغير، ملهاش اي علاقة؟ ملهاش، بس الكبير طبعا تبقى احسن. طبعا الكبير طبعا. لا احسن ليك انت شغلك ان الدنيا هتبان. عشان انا وقت ما بتفق ما بقول له هات الماضي شفيفة كبيرة عشان تبان. لا يعني ان ما نغمقش اللون قوي. يعني انا قصدي ان بعد ساعات الشفايف الصغيرة دايما احنا بنقول تحط لون فاتح عشان تكبرها. فلو واحدة جت اختارت عندكم لون غامق، هل بتنصحوها بلاش هتصغر شفايفك اكتر؟ طبعا. بس هو ما فيش لون غامق قوي، انتوا اغمق حاجه عندكم ايه؟ لا، في الحد البيربل يعني، في ومعقول حد ما فيش حد بيختاره، بس ده بيتعمل علشان لا لا، ده انا كنت فاكره بس الالوان. اوكي، احمر لانه ستاندرد. بس علشان في ناس بتعمل ريميكس، ان هو يبقى مثلا البينك على لون تاني بيعملوا لون تالت. أوكي. يعني طب سؤال تاني، انت دلوقتي قلت لي هي ممكن تعمل الكونتور بس او تعمل الاثنين. هل انا ممكن اعمل الكونتور لون والشفايف لون؟ لا، هيبقى وحش قوي. هيبقى وحش ليه؟ طب ما احنا بنعمل كده هو يعني حضرتك في الاخر بعد ما مش حاطه اي ميك اب هيبقى الشكل مش يعني مختلف. بترفق. هو الهدف من الليبس شيدنج ان هو الشفايف يبقى لونها واحد. من غير اي ميك اب يبقى لونها واحد.
اوكي نشوف كده هي وصلت لايه. ممكن نشوف، ممكن نقرب الكاميرا كده. هي كده في المرحلة الايه؟ هي قربت تخلص؟ قربت. طيب وهي دلوقتي الموديل اللي معانا كل اللي عليها لما تروح البيت تعيد تاني تعمل ايه عشان ما يحصلهاش اي ورم او اي حاجة؟ هو بيبقى بس الشفايف بتبقى ورمة لمدة ساعة او ساعتين. بتحط ايه؟ هل بتحط كريم معين؟ بتحط الكريم ثلاث او اربع مرات في اليوم، وبتحط كمادات تلج لمدة اول ثلاث اربع ايام، بس الكريم بيستمر معاها 10 ايام، مدة 10 ايام. طيب وتغسل سنانها طبيعي؟ تغسل طبعا. تغسل وشها طبيعي؟ ما انا عارفه ان بس مفيش ميه سخنه خالص. يعني ما هو اهم ما حاجه. ما قول لنا البروكوشنز بقى، لان اوقات الناس بتروح تبوظ الحاجه من. بصي هقول لحضرتك المايكرو بليدنج والليب شيدنج ضد الحراره، اي حاجه ليها علاقه بالميه السخنه، بالبخار، بمجهود كتير، لو بتروح جيم او بتروح كده ما يبقاش فيه عرق كتير، ما يبقاش فيه حراره خالص قدر امكانها، وده عشان الريزلت تطلع كويسه. طيب سؤال تاني، انا لو جايه عندك واني عايزه اعمل ليب شيدنج وعايزه اعمل مايكرو بلي، هل ينفع اعمله في الاثنين في يوم واحد ولا ما بيكونش؟ ينفع بس هيبقى وقت طويل بس. لا مش مهم الوقت بس، علشان طبعا. لو في ورم، لو في وجع، لو في ولا ما بيبقاش فيه الحاجات دي؟ يعني بيبقى فيه خفيف شويه، يعني لازم، لان هي حاجه فيه شغل بيتعمل يا اما بليدز يا اما نيدل، فطبعا لازم يبقى فيه شويه وجع بس بسيط، مش عشان البنات والستات بيخافوا قوي من موضوع الوجع، في ناس كتير بتخاف. ما انا عارف. لا هو حاجه بسيطه قوي، يعني حاجات بسيطه جدا، ساعه او ساعتين وخلاص الموضوع خلص. بالنسبه للليب شيدنج في برضه ميديكيشن، في دواء بيتاخد اسمه اسيكلوفير 400 ملي جرام، ده لمده 10 ايام، بتاخد حبايه الصبح وحبايه بالليل. ده علشان ايه؟ علشان الفطريات، علشان برضو البق معرض لاكل، معرض لحاجه، فبيبقى فيه فتحات، فبنخاف ان هو يبقى فيه انفكشن او اي حاجه من الحاجات. وانتوا اكيد بتدوا كل البروكوشنز دي اكيد للعتق مسج كله طبعا. للكلاينت وكده. مظبوط. انا عايز اشوف النتيجه، وممكن برضو لو نشوف الصور البيفور تاني بحيث نشوف الفرق ده قبل برضو. هو الموضوع يبتدي ينتشر في مصر بشكل كبير. جدا. وانا بصراحه يا باسم انا شايفه ان احسن حاجه لو الستات تختار الوان، تختار فعلا الوان الطبيعيه. بالظبط. ان اكيني عارفه الروجات الخفيفه الواحد بيحطها. بالزبط. على الصبح، لان هي دي اللي هتدي احلى حاجه في البنت يعني. النضاره يعني. بالظبط. وخصوصا كان لو عامله مايكرو بليدنج حواجبها كده ايه، مش هتحتاج اي حاجه، لكن تحط ماسكارا بقى وتنزل وخلاص. هنشوف لها حل كمان ان شاء الله. هنشوف لها حل الماسكارا. طب قول لي حاجه، هل في سن معين انت ممكن ترفضه؟ يعني لو واحده دخلت عليك 18. اقل من 18؟ ما فيش، ما يعني ممنوع ليه؟ لا خلاص بقى، روحي لماما. ما فيش روحي لماما. لا هل مثلا ده في اللو بتاع يعني علشان تبقى هي عارفه هي بتعمل ايه برضو، لان ده حاجه يعني بنسميها سامي بيرمننت، بتقعد سنتين او حاجه، فلازم تبقى هي يعني واعيه شويه اللي هي بتعمله. لكن مش علشان مثلا البنت دي لسه بتكبر فممكن يبقى في حاجه مش كويسه؟ لا 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 خالص، لا ملوش علاقه خالص. لا خالص. نشوف كده النتائج. انا عايزه فاضل خلاص، ما فاضل دقيقه بقى نبص على البيفور. ممكن انت عايزها يا محمد تطلع لفوق شويه؟ هي قدامها قد ايه؟ لا لسه شويه، لسه شويه. طيب هقول لكم، هقول لك انت ينفع يا محمد ناخد شويه اسئله من على الفيسبوك، ناخد ونخليهم يشتغلوا براحتنا معانا لاخر البروجرام. طيب انا معيش دخلوا لي الاسئله كده وناخد شويه، لان انا عارفه ان هو بياخد وقت، وبياخد وقت ايه، ساعه ونص؟ ساعه ونص. طبعا هي منجزه يعني، هي لسه طبعا سريعة يعني. سريعه جدا. بس يعني بس لسه شويه. بس طب باسم قول لي حاجه تانية، لو لا سمح الله اوكي الكلاينت جت وعملت لها لون هي اختارته كل حاجه، لكن اللون طلع مش عاجبها، ايه اللي نقدر نعمله؟ هو مبدئيا ده عشان كده في تو سيشنز، لان هو اول سيشن كده كده الجسم بيطردها تماما. فهي اول ثلاث اربع ايام اكيد هتفضل تبص في المرايه. بالزبط. وهتشوف ايه اللي حاصل. فلو مش عاجبها في تاني سيشن بتقول لا انا اللون ده ما كانش عاجبني، كنت عايزه يعني عايزه حاجه احسن او حاجه. ينفع تسويتش الالوان؟ ينفع طبعا، ما هو ينفع نحط اي لون،
فهي احنا بنعملها اكتر حاجه ناتشرال او قريبه لا لو ما كانتش مختاره حاجه ناتشرال، انا قصدي يعني مختاره لون احمر بس anyway هيروح هو كده هيروح بتروح. فممكن وقتها ان انتوا يا اما بتثبتوا اللون يا اما ممكن في لحظتها ان احنا نغير الالوان، الالوان مش هتخش على بعضها. لا يعني. هو كده بيروح تماما، اول سيشن بتروح تماما، هي تاني سيشن فممكن عايزه اخف يبقى بس تاني سيشن هيبقى خلاص بقى تاني سيشن الامر هل بتنضيهم حاجات؟ اصل الستات انا عارفه ان اقرارات في لان الستات في فعلا في انا ما اخترتش اللون ده. عندنا فعلا زي بتعملوا بجد زي عيادات سنان عندنا فعلا انها مش اقل من 18 سنه، ان هي مش حامل، ان هي ما عندهاش فيروس سي، ان هي ما عندهاش يعني في شويه حاجات برضو علشان وقايه، ما هو لازم يبقى الموضوع. طيب وللاسف مش هنلحق نعمل الاسئله ولا حاجه، احنا ممكن نبص على الموديل اسمها ايه؟ اسمها كاريشما. كاريشما look at the other side. اوكي ممكن نبص عليها كده. لا هي فرقت هي ودي لسه ما خلصتش. انت هتعملوا لها لون ايه؟ انا حاسه ان هتعملوا لها لون احمر. لا عشان في الاول بس عشان في الاول. ولو ممكن نبص على الصوره البيفور تاني. هو حاجة عملية. بصوا يا جماعة احنا النهاردة البرنامج كله عملي عملي، يعني البواريك عملية، ان انا اصحى من النوم بباروكة، وان انا انزل مش حاطة دوش. ممكن نشوف. لا فرقت جامد قوي بجد. باسم انا بشكرك جدا 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 شكرا. واكيد بشكرهم هم كمان. للاسف وقت البروجرام خلص. يا ريت بجد كل فقرات النهارده تكون عمليه ومفيده. واعاده البرنامج بكره الساعه 8 صباحا. اقول لكم باي باي واشوفكم بكره الساعه 4 وفي ايد امينه.